محمد سأل عن أي الموطنين أفضل في الدعاء، يقول في الوتر أم في آخر التحيات؟ كل ذلك قد ورد. نعم. كل ذلك قد ورد، فإذا أنهى من التحيات فإنه يدعو وهو دعاء مستجاب. نعم. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يدعو بعد بما شاء. وهذا يدل على أنه يدعو. نعم. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما رأى رجلا دعا وعجل ولم يدعو، قال: عجل هذا، إذا جلس أحدكم في التشهد فليبدأ بحمد الله والثاني عليه والصلاة على النبي ثم يدعو بعد بما شاء. وهذا يدل على استحباب الدعاء بعد التشهد قبل السلام. وكذلك في الوتر يدعو، وكذلك إذا سجد يدعو، كل ذلك قد ورد. وأما الوتر إذا كان يقصد بذلك رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، فهذا قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم يفعلونه من كل ليلة، وثبت عن بعض الصحابة أنهم يفعلونه من بعد منتصف رمضان، وثبت عن الصحابة أنه لا يفعل ذلك. أما عن النبي فإن صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر أو أنه فعل الوتر. أما عدم الفعل فإنه لم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في وتره. نعم. وإنما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في دعاء يسميها العلماء النوازل. نعم. شهرا يدعو على رعلا، على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وأما في الوتر فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. وأما من قوله فإنهم يقولون إنما أوصى الحسن بن علي أنه يقول في وتره: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت الحديث. وهذا الصحيح أنه علمه دعاء يدعو به في الصلاة وليس في الوتر، والله أعلم. وأن رواية الوتر أنها منكرة كما أشار إلى ذلك الدارقطني.